السلام عليكم مرة أخرى في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف خير. هذا الفيديو إن شاء الله ديال اليوم غيكون على فقط تمارين على الأعداد الكسرية، جمع وطرح الأعداد الكسرية. كيف ما كتشوفوا ضروري خاصكم تمارين باش تفهموا أكثر هاد لا سومي لا سوستراكسيون. أول تمرين إن شاء الله غيكون على الجمع، يعني لا سوم ديال دي نومبر اون إكريتير فراكسيونير. أوكي، التمرين كيقول لنا السؤال كالكولي شاك اكسبريسيون، يعني احسب كل تعبير. هاد التعبير ا، هاد الاكسبريسيون ا، عندنا 1 على 3 زائد 1 على 5 كم تساوي؟ المهم كنشوفو اول حاجه، كنشوفو المقام ديالنا. كنشوفو اول حاجه واش متساويين؟ لا، ما متساوينش المقام. 3 و 5 ما متساوينش. ثاني حاجه كنشوفو واش واحد فيهم ملتيبل دو لوطخ، يعني واش واحد فيهم ضعف ديال الاخر؟ لا، ما يمكنش. ثالث حاجه، الا ما عندناش الحاله الاولى وما عندناش الحاله الثانيه، كنديرو الضرب مع بعضياتهم. اوكي، يعني شنو غنديرو؟ المقام الموحد ديالنا هو 3 في 5، اوكي، يعني 15. اوكي، تساوي هذا هو المقام الموحد، يعني 3 في 5 عندنا 15. اوكي، 15 مزيان. فاش ضربنا 3 وعطاتنا 15 ضربناها، فاش ضربنا هاد لو نومبر 3 تعطانا لو نومبر 15، ضربناه في لو نومبر 5، دونك العدد الفوقاني غنضربوه في 5. اوكي، يعني 5 في 1 5. كنشوفوا الحد الثاني، هاد 5 فاش ضربناها عطاتنا 15 ضربناها في 3، دونك لو نومبر الفوقاني ا حتى هو كنضربوه في 3. اوكي، عطاتينا 3. اوكي، تساوي اوكي، يبقى عندنا دابا واحد المقام اللي هو 15، وكنجمعوا الاعداد الفوقانيين مع بعضياتهم. 5 زائد 3 تساوي 5 زائد 3 تساوي 8 على 15. وها حنا كملنا البروميير اكسبريسيون. اوكي، دابا غندوزو لدوزيام اكسبريسيون. عندنا الاكسبريسيون بي، 5 على 7 زائد 3 على 7. شنو كتلاحظوا؟ كنشوفوا البروميير كا واش عندنا نفس المقام. اوكي، وي، عندنا نفس المقام. تري بيان، شنو غنديرو؟ ما عندنا حتى شي مشكل. دابا غنحسبو الحساب ديالنا عادي، كنحطو هذاك المقام نفسه اللي هو 7 وكنجمعو الفوقانيين مع بعضياتهم. اوكي، كنحطو 7 لتحت والفوقاني كنجمع مع بعضياتهم، ما عندنا حتى شي مشكل لان عندنا الحاله الاولى. اوكي، الحاله الاولى الا عندنا نفس المقام كنجمعو البسط مع بعضياتهم وكنكملو العمليه ديالنا عادي. اوكي، يعني 8 على 7. احنا كملنا ليكسبريسيون بي، سهل جدا. ماشي ليكسبريسيون سي، ليكسبريسيون سي 11 على 6 زائد 7 على 3. اوكي، شنو كتلاحظوا؟ كنشوفوا اول كا، البرومي كا، شنو كتقول لينا البرومي كا؟ كتقول لينا واش عندنا نفس المقام، واش عندنا ميم دينوميناتور. عندنا 6 3 ماشي ميم دينوميناتور. اوكي، كنشوفوا لو كا الثانيه، واش واحد فيهم ملتيبل دو لوتر؟ اوكي، 6 3 واش واحد فيهم ملتيبل دو لوتر؟ نعم، واحد فيهم ملتيبل دو لوتر. تري بيان، علاش؟ لان 6 تساوي 3 في 2، دونك 6 ملتيبل دو نومبر 3. داكوغ، دابا نكملوا شنو هو المقام الموحد ديالنا؟ هو 6. داكوغ، كنحلوا الكسر ديالنا، كنديروا زائد، كنديروا 6. احنا درنا نفس المقام الموحد اللي هو 6. داكوغ، كنشوفوا الحد الاول عندنا فيه في المقام ديالو 6، هنا 6 6 فاش ضربنا عطاتنا 6 ضربناها في النومبر 1 ضربناها في 1، دونك هذا العدد الفوقاني غنضربو حتى هو في 1 وغيعطينا 11، لان 11 في 1 كتساوي 11. داكوغ، سالينا مع الحد الاول، غنمشيو دابا للحد الثاني. الحد الثاني عندنا فيه في البسط ديالو 3، وهنا عندنا في البسط ديالو 6. 3 فاش ضربناها وعطاتنا 6 ضربناها في 2، دونك العدد الفوقاني حتى هو غنضربوه في 2 وغيعطينا شحال؟ 14.
لأن 7 في 2 تساوي 14 داكوغ، تساوي كنحلو الكسر ديالنا، وغتبقى لينا دابا غير عدد واحد اللي هو 6 في المقام. اوكي، دابا كنجمعوا البسط مع بعضياته، 11 زائد 14. اوكي، كندير تساوي 11 زائد 14 كم تساوي؟ 25 على 6. العدد غير قابل للاختزال بطبيعة الحال. فون نمشيو لاكسبريسيون دي. اوكي، دي شحال كتساوي؟ دي كتساوي لينا 2 على 3 زائد 1 على 8. شنو كتلاحظوا فهاد ليكسبريسيون هذا؟ شنو كتلاحظوا؟ واش عندنا ميم دينوميناتور؟ عندنا 2 على 3 زائد 1 على 8. واش عندنا ميم دينوميناتور؟ لا، ما عندناش ميم دينوميناتور. واش عندنا واحد فيهم ملتيبل دو لاتر؟ لا، ما عندناش فيهم واحد ملتيبل دو لاتر. الحالة الثالثة اللي بقات لينا، كنضربوا المقام مع بعضياتو باش نخرجوا نفس دينوميناتور. اوكي، يعني 3 في 8 هنا، وهنا 8 في 3. داكوغ، يعني هنا شدينا 3 ضربناها في 8، حتى الفوقاني غنضربوه في 8، يعني 2 في 8. اوكي، هذا الحد الثاني، هاد 8 ضربناها في 3، دونك حتى الفوق غنضربوه في 3، 1 في 3. داكوغ، كم تساوي؟ يعني المقام الموحد عندنا هو 24. احنا لقينا ميم دينوميناتور، الفوقانيين غنضربوهم مع بعضياتهم، 2 في 8 16 زائد 3. اوكي، دابا غنحلو واحد الكسر وكنديرو 16 زائد 3. داكوغ، 16 زائد 3 كم تساوي؟ 19. داكوغ، احنا سالينا ليكسبريسيون دي. دابا غنجيو ليكسبريسيون او، 2 على 5 زائد 3 على 4. شنو كتلاحظوا؟ واش عندنا نفس المقام؟ لا، ما عندناش نفس المقام. واش عندنا واحد فيهم ملتيبل دو لوتر؟ لا، ما عندناش، لانهما عددان متتاليان. اوكي، قال اعداد المتتاليه ما كيكونش واحد فيهم الضعف ديال الاخر. اوكي، مزيان. الحاله الثالثه شنو قلنا؟ كنضربوا المقام مع بعضياتو باش نلقاو ميم دينوميناتور. اوكي، يعني شنو هو المقام؟ هو 4 في 5 تساوي 20. اوكي، ها هي هاد 5 كنضربوها في 4، وهاد 4 كنضربوها في 5. اوكي، كنضربوها في 5 باش نلقاو ميم دينوميناتور. اوكي، هنا فاش ضربناها في 4، العدد الفوقاني غنضربوه في 4. اوكي، يعني 2 حتى هو في 4. هنا فاش ضربناها في 5، العدد الفوقاني غنضربوه في 5، 3 في 5. داكوغ، مزيان. دابا نكملوا العمليه ديالنا عادي. دونك شحال قلنا في المقام اللي عندنا؟ غيولي 20. احنا لقينا نفس المقام. اوكي، الفوق 2 في 4 كتساوي 8، وهنايا 3 في 5 تساوي 15. سي بون، مزيان. دابا غنحلو غير واحد الكسر وغنديرو واحد المقام اللي هو 20، وكنديرو 8 زائد 15. 8 زائد 15 كم تساوي؟ ندير تساوي غير هنايا، بيان سور المقام ديالنا هو 20، و 8 زائد 15 كم تساوي؟ 23. العدد مختزل، ما عندناش فين نختزلو فيه باقي. إذن ليكسبريسيون او ايتيكالا كوا؟ ايتيكالا 23/20. داكوغ، وحنا سالينا ليكسبريسيون او. دابا غنمشيو ليكسبريسيون اف. غنكتب لكم ليكسبريسيون اف، 3 زائد 4 على 5.
شنو كتلاحظوا في هاد ليكسبريسيون هذا؟ شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بلي عدد صحيح زائد عدد كسري. اوكي، نومبر اونتي بلس ان نومبر اون اكريتير فراكسيونير، اولا واحد فراكسيون، لان هذا عدد صحيح على عدد صحيح. ما عليناش، حنا قرينا في الدرس ديالنا مجموع عددين كسريين، وهنا كتبان لكم عدد صحيح وليس عدد كسري. هذا العدد الصحيح يمكن نردو على شكل كسري، هو اش؟ هو 3 على 1. داكوغ، سي بون. دابا غنكملوا العمليه ديالتنا عادي. اوكي، كنشوفوا واش عندنا الحاله الاولى، واش عندنا ميم دينوميناتور؟ ما عندناش ميم دينوميناتور، عندنا 1 و 5. دونك الحاله الاولى ما غادي نستخدموها. نشوفوا الحاله الثانيه، لوكا الثانيه، واش عندنا واحد فيهم ملتيبل دو لوتر؟ نعم، تري بيان، عندنا واحد فيهم ملتيبل دو لوتر اللي هو يعني 5 شحال كتساوي؟ هي 1 في 5. اوكي، هي 1 في 5. دونك هنا غيولي عندنا 5 وهنا غيولي عندنا 5، كم تساوي؟ دونك هنا 5 وهنا 5. داكوغ، واحد فاش ضربنا عطاتنا 5، ضربناها في 5 الفوقاني غنضربو حطابو في 5. داكوغ، يعني 3 مضروبة في 5. تاني 5 فاش ضربنا عطاتنا 5، ضربناها في 1 الفوقاني غنضربو حتى هو في 1. داكوغ، مزيان، يعني نحطو ميم دينوميناتور، 5 5 الفوق شحال عندنا؟ 3 في 5 تساوي 15. احنا نكملو دابا العملية ديالنا هادي، 4 في 1 تساوي 4. داكوغ، نحلو واحد الكسر وكنديرو 15 زائد 4. داكوغ، درنا هذا زائد هذا. داكوغ، 15 زائد 4 كم تساوي؟ 19 على 5. سي بون. سي بون، 19 على 5. ليكسبريسيون اف ايتيكالا كون ايتيكالا 19/5. داكوغ، دائما الا شتو عدد صحيح عدتوما غتردو عدد كسري، وكل عدد صحيح يكتب على شكل عدد كسري كيتقسم على 1، وكتخدموا العمليه ديالكم عادي. اوكي، مزيان. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. في الفيديو الثاني ما بغيتش نطول الفيديو، ندير لكم فيديو اخر اللي هو على لا سوستراكسيون. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك بالقناه، وشكرا على المتابعه. الى فيديو اخر.